بعد إفصاح المملكة العربية السعودية عن موقفها من النزاع الدائر في السودان عبر بيان لوزارة الخارجية، أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، فيما جرى الحديث عن تعرض طائرة سعودية لحادث في مطار الخرطوم. فماذا في التفاصيل؟ كشفت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن تفاصيل اتصال الأمير فيصل بن فرحان بالبرهان ودقلو، مشيرة إلى أنه جرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، حيث أكد وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق. وأضاف البيان، شدد وزير الخارجية خلال محادثاته مع الطرفين على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يضمن تحقيق استقرار السودان بحسب وكالة الأنباء السعودية. وكان وزير الخارجية السعودي دعا السبت إلى سرعة وقف العمليات العسكرية في السودان والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد. في السياق، تداولت وسائل الإعلام صورة طاقم طائرة سعودية وهم يفترشون أرض مطار الخرطوم بعد تعرض طائرتهم لحادث السبت، وشوهد طاقم طائرة الخطوط الجوية السعودية وهم يجلسون على الأرض أثناء انتظارهم داخل مبنى مطار الخرطوم بعد احتراق طائرتهم وهي من طراز إيرباص. فيما أصدرت الخطوط السعودية بياناً قالت فيه إن طائرتها قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها باتجاه الرياض. وتابع البيان، استجاب فريق الطوارئ لدى السعودية حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، فيما تسعى فرق العمل مع كافة السلطات ذات الصلة وعلى رأسها سفارة المملكة في السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادثة. يذكر أن الخلافات قد تصاعدت في السودان بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم وولايات عدة. قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من مواجهة محتملة مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني.